الختام. السلام عليكم. بعد انتهاء الدوري المحلي كرة القدم المصغرة وصلنا الآن للمرحلة الأخيرة اللي هي توزيع الجوائز. وأول جائزة طبعا في الدوري هي جائزة ديال هداف الدوري تلميذ كرامة آدم. يقدم الجائزة الأستاذ محسن. هي عبارة عن ميدالية. نمر الآن إلى جائزة أحسن لاعب في الدوري وهو المتألق البقالي أمين. يقدم له ميدالية رمزية الجعل له على العطاء والبذل الأستاذة إحسان فدوى. نتمنوا له مسيرة موفقة إن شاء الله. نمر الآن للفريق المتوج بالدوري والفريق الأحمر. اتفقت على الفريق إذا يوسف يقدم الميدالية الأولى. الميدالية الثانية الأستاذ محسن. الميدالية الثالثة الأستاذ أمين. الميدالية الثالثة الأستاذ عدنان. الرابعة الميدالية الثالثة الأستاذ عبدوة. قدمه هو الميدالية الميدالية الرابعة تقدم الأستاذ خدير. المرة الآن تسليم الكأس كأس للفريق الفائز بالدوري ويتسلموا عميد الفريق تلميذ أنس. يقدمها الأستاذ أمين. Oh!